السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا حلويات، غادي نقدم لكم حلوة أو كيكة إن شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. نبدأ على بركة الله، بسم الله. إذن أولا وقبل كل شيء، المول ديالنا قصدي يكون مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق وكنخليوه على حدة. عندنا جوج بيضات متوسطين الحجم، عندنا واحد ساشي ديال 7 غرام من الكاكاو، وعندنا واحد نص ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، الخميره الكيميائيه الحمراء اللي فيها 8 غرام، النص ديالها يكون 4 غرام، او ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. ما نحتاجش الخميره بزاف لان ما خصناش تنفخ بزاف. وعندنا ياغورت او دانون طبيعي، نستعملت هذا على شكل جبن ابيض طبيعي معروف، جوكي راه معروف. وعندي كاس ونصف ديال الدقيق الابيض. وبالنسبه للقياس اللي كنستعمل انا، استعملت كاس ديال العنيبه، غير حطيته في هاد الكيسان هادو كبار وصافي. وعندي واحد نصف كاس ديال الزيت، عندي كاس ماشي عامر ديال السكر. ودابا غادي ندوزو المقادير ديالنا وغادي نبداو الكيك على بركه الله. اذا غادي نبداو بجوج بيضات كيف ما قلت لكم يكونوا متوسطين الحجم، غنديروهم مره واحده. دائما البيض باش يطلع لينا كنعملو السكر باش كيطلع كيولي مثل الكريمه. غادي نخدموه بهذا الشكل هذا. اول حاجه ندمجو السكر مع البيض باش ما يتطيرش ديك السكر في الهواء ويرون الدنيا. غادي نحركو شويه عاد كنبداو نخدمو ونشغلو الروبو ديالنا. اذا غادي نخدموه ونرجعو لكم ان شاء الله ملي غادي يولي كريمي وغيضاعف الحجم ديالو. اذا كيف ما شفتوا، ها هو رجع على شكل كريمي وضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نضيفو الزيت شويه بشويه ونخدمو الروبو على سرعه متوسطه حتى نهيو الكميه ديال الزيت ديالنا. نذكركم كان نصف كاس من الزيت كاس العنيبه. اذا من بعد ما كملنا الكميه ديال الزيت ديالنا، فدابا غادي نزيدو السرعه ونعملوها سرعه زايده شويه، وغادي نطفيو باش غادي نضيفو الياغورت ديالنا. كيف ما ذكرت، هاد الياغورت هذا كيخلي الكيك ديالنا يجي كيك رطب جدا، كيك اللي ما فيهش الهواء بزاف، وكيعطي واحد التكستور زوين للعجين ديالنا. ممكن الاستبدال ديالو باي ياغورت، المهم يكون 80 غرام واي نكهه، غير انا ما بغيتش النكهه ديال الياغورت تطغى على النكهه ديال الكاكاو، لان بغيت ديك النكهه ديال الكاكاو في هذا الكيك هذا. لكم الحريه الاختيار. اذا وكنكملوا التخليط ديالنا حتى كيندمج الياغورت مع الخليط. والان غادي ندوزو نضيفو الكاكاو ديالنا، وغادي نخلطو ايضا الخليط. كملوا التخليط ديالنا حتى يندمج الكاكاو مع الخليط ديالنا. وقبل ذلك كنعملو نصف الكميه ديال الدقيق ايضا. كيف ما كتشوفوا معايا، راه الروبو ماشي مفشعول. بحال اللي كنخدم يدويا. دابا عادك غادي نبدا ندورو، كيجي هائل هذا الكيك هذا. وغادي نكملو التخليط ديالنا. ونزيدو الكمية ديال الدقيق ديالنا حتى نكملوها كلها، قلنا كاس ونصف. وكنضيفو الآن الخميرة ديالنا، هي آخر مرحلة هي الخميرة ديال الحلويات. كنخلطوها أيضا بنفس الطريقة،
وباش نقول لكم واحد الملاحظه، اذا لقيتوا الخليط انه جا ثقيل شويه كنضيفوا له واحد الملعقه ديال الحليب. اذا زدت في السرعه ديال الاله، اذا الخليط ديالنا اصبح جاهز. الان غادي نعملوه في المول ديالنا اللي غيدخل الفران. والملاحظه فقط، فان الفرن ملي بديت نخدم وشعلته على درجه ديال 180، والان غادي نفرغ الخليط ديالي في المول العجيب على هذا الشكل هذا. ودائما ملي كنكونو كنفرغوا العجين ديالنا او الخليط ديالنا نعلو يدنا الفوق، وحنا كنصبوا الخليط ديالنا. اذا الخليط كله خاصنا نعملوه في، يعني نجمعوا كل الخليط ما نخليوه حتى شويه في القدر اللي كنا نخلطوا فيه. اذا غادي ندخلوا المول ديالنا الفرن على درجه 180 مسخن مسبقا تقريبا. اذا الكيك ديالنا ها هو وجد على هذا الشكل هذا. غادي نقيوه من ديك الدقيق اللي بقينا من الفوق، وغادي ندوزوا الان باش نعدلوا الكريمه ديالنا اللي غادي تكون هي الجزء الثاني ديالنا من هذا الكيك ديال قدرات. بالنسبه للكريمه او الكريم كراميل اللي غادي نعملو مع قدرة قادر، كنحتاجو مع الكيك ديالنا كنحتاجو نصف لتر ديال الحليب. نصف لتر ديال الحليب يعني غادي نعملو جوج كيسان ديال العنبة تقريبا. اذا غنضيفو عندي هنا 3 معالق ديال السكر، كل واحد وحسب السكر اللي كيبغي. المهم هنا كيجيو 3 معالق، ما عملتهمش عامرين بزاف، اللي بغى ينقص ينقص، اللي بغى يزيد يزيد. غادي نضيفو ليه واحد الساشي ديال كريم كراميل او الساشي ديال الفلان اللي محضر بنكهات الفانيليا. واحد الساشي انا كنعمل انا زيت السكر لان هذا ما فيهش السكر. غادي نضيف هاد الساشي هذا ديال الفانيليا كنضيفو. وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال مايزينا او ديال النشا باش يعقد لينا، لان هذا ما غيطيبش في الفرن. و غادي نحركو اذا. وها هو الخليط ديالنا تقال. دابا غادي نعمرو به الكيك ديالنا. اذا غنعمرو الكيك ديالنا الكريمة اللي وجدت، كريمة سهلة جدا او كريم كراميل سهل جدا. اذا السكر ديالنا ها هو وجد كما كنشوفو، ولكن ما غادي ننزلوهش ديريكت، غادي نزيدو هنا واحد ملعقة ديال القشدة الطرية وكنخلي من بعد وجهنا شوية. والتزيين كيبقى اختياري. انا زينتها ب بسكوي
اللي معروف بزاف. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال قدرة قادر ديالنا بشكل جديد، كانت تجي هائلة ورائعة. كنتمناكم تجربوها وكنتمنى تعجبكم وتردوا لي الخبر ان شاء الله. التزيين على حسب كل واحد كيف يبغى يزينها. كتجي رائعة جدا و كتجي بهذا الشكل هذا. ورحمة الله، في وصفة جديدة ان شاء الله، في امان الله.